السلام عليكم، معاكم بسملة عليمي من أكاديمية عالم الأوريجامي أو من أوروا. هنبدأ مع بعض إن شاء الله النهاردة التصميمات اللي بتنزل في المجموعات التعليمية، بس قبل ما نبدأ نحب نأكد إن لازم تكونوا اتفرجتوا على الفيديوهات اللي فاتت اللي كنا بنشرح فيها الوحدات دي، ونركز قوي على الوحدة دي واللي بيطلع منها. مش شرط قوي واحنا شغالين ان احنا يعني نحفظ اسامي الوحدات، مش شرط ان نحفظ ان دي اسمها الدمعه، مش شرط ان نحفظ ان دي اسمها العين. اهم حاجه وانا شغاله ان انا اشتغل صح، مش شرط خالص ان نحفظ اسامي الوحدات. دي نقطه. النقطه الثانيه، عايزين ناكد ان التصميمات اللي بتبقى في الكروت مش اساسي خالص ان انا امشي عليها بالظبط. يعني مثلا التصميم ده اللي احنا هنعمله النهارده مش لازم خالص ان انا امشي باللون ده، او ان انا اعمل هنا دمعة واحدة، ممكن اعمل دمعتين، مش شرط ان انا اعملها لون واحد، ممكن اعمل لونين، مش شرط ان اعمل دمعة اصلا، ممكن نعمل وحدات في بعض بطريقة معينة. طالما احنا بقينا عارفين الوحدات وعارفين بنعملها ازاي، يعني نبدع على قد ما نقدر. النهاردة ان شاء الله هنبدأ بالمجموعة التعليمية دي. المجموعة التعليمية بتبقى عبارة عن الكارت اللي احنا هنشتغل عليه، والكارت الريفرنس بتاعنا، وبيبقى معاها الشرايح. الشرايح بتبقى الكريستال او الكانسون اللي برضو متاحة في اوروا ستور، وبيبقى معاها كمان الابرة والغيرة والدبابيس. هنبدأ النهاردة ان شاء الله في اول تصميم، تصميم الفراشة ده. هنحلل التصميم زي ما اتفقنا، احنا بقينا المفروض خلاص بنعرف نحلل. يعني ده مثلا شكل دمعة، دي اللفة المشدودة، دي اللفة المفتوحة. الحاجات دي كل الاستشعار دي او الشكل ده اللي هو واخد من اول التصميم لاخره هنعرفه دلوقتي واحنا شغالين بنشتغله ازاي. انا هنا عامله زي مثال كده للحاجه اللي احنا هنشتغلها، وهشتغل بشرايح الكانسون بنفس الطريقه اللي احنا اتفقنا عليها في الفيديوهات اللي فاتت. هنعمل الدمعة، احنا عايزين دلوقتي نعمل دمعة كبيرة، فبدل ما هستخدم شريحة واحدة هستخدم شريحتين، ممكن نستخدمهم بنفس اللون، ممكن نستخدمهم بألوان مختلفة، وهوريكم دلوقتي ازاي نلزق شريحتين في بعض ونشتغل عليهم ازاي. انا مثلا هنقي اللونين دول، التركواز والأورنج. بنيجي في نهاية الشريحة الأولانية وبنحط نقطة جلو، وبعدين بنلزق الشريحة التانية، وبنفضل ماسكينها بايدينا كده لحد ما تنشف، وبعدين بنبدأ نلف بالطريقة اللي احنا اتعلمناها. بنحط الشريحة في شق الإبرة ونبدأ نلف. هتلاقوها ان هي بتتلف عادي جدا كانها وان يونت، كانها شريحه واحده اصلا مش شريحتين. وباجي على التصميم بتاعي، طبعا بطلعها من الابره، وباجي على التصميم بتاعي. مثلا انا عايز اعمل الفراشه دي مثلا، بسيبها كده تفتح وببدا اعمل شكل الدمعه. اولا بحط نقطة الجلو بتاعتي في الحجم بقى اللي انا خلاص عايزاه، او الحجم اللي لقيته مناسب للتصميم بتاعي، نقطة صغيرة كده، وبنمسك لحد ما تنشف، وبعمل شكل الدمعة اللي احنا اتفقنا عليه ان احنا بنعمله اما بنضغط تحت كده. ممكن لو نقيناها مثلا اللي جوه دي لازقة في بعض شوية، مطرح الجلو اللي احنا لزقنا بيه الشريحتين، نبدأ نبعدها عن بعض كده بالإبرة لحد ما تفتح، ونبدأ نحطها هنا. وأنا كنت عاملة واحدة كمان بلونين تانيين مختلفين كده مثلا، يبقى احنا كده
خلصنا الجزء الاولاني من الفراشة عن طريق دمعتين، وهنلاقي برضو بقية الفراشة بنفس الطريقة، هو برضو دمع، وهنلاقي الجزء اللي في النص ده دمع برضو بس رفيعة. الرفيعة دي بتتعمل ازاي؟ ان انا بقفل بقسم الشريحة وباخد جزء منها بس وبعمل دمع عادي جدا. الجزء اللي تحت ده بقى واللي موجود على في طول التصميم ده عبارة عن لفة مفتوحة، احنا اتعلمنا بنعملها ازاي قبل كده وهنعملها تاني مع بعض دلوقتي. احنا قلنا ان اللفة المفتوحة او اللوز سكرول بتتعمل زي اللفة المقفولة بالظبط، بس ما بقفلهاش بالجلو، بس بقى حر. بالشكل ده انا عايزة مثلا اعمل الحتة دي، هنعملها ازاي؟ اولا انا كنت قلت لكم ان في استخدام تاني للتويزرز غير ان انا بمسك بيه الوحدات وبلزقها اما باجي احط الغيره وامشي عليه. ايه الاستخدام التاني؟ دلوقتي انا هعمل مثلا اللوز سكرول دي، هشوف برضو حجمها وبعدين هلزق على قد اللفه، مثلا هلزق كده وثبتها سنة لحد ما تنشف الحتة دي بقى. ولنفرض ان احنا عايزين نعملها بدل ما هي كيرفت كده بالشكل ده، نعملها كيرفت الناحية التانية. التويزرز هو اللي هيفيدني في المهمة دي ازاي. بمسك الحتة السايبة دي وبعملها كده، ممكن نخليها ستريت، ممكن نخليها كيرفت الناحية التانية، ممكن نرجعها للكيرف اللي احنا عايزينه. اذا التويزرز هنا مش وظيفته ان انا بمسك بيه الوحدات بس، لا، انا اقدر بيه ان انا اتحكم في شكل الكيرف سواء لبره سواء لجوه سواء ستريت لاين. مثلا هنلزق دي كده، ركزوا بقى في النقطه دي، الحته دي والحته بتاعت كورال الاستشعار نفس الحاجه. اللي بيحصل فيها ان انا بحط مثلا، انا هلزق الاول الجزء ده اللي هو اللفة اللي هو ملفوف، وهمشي بالشريحة بتاعتي على الخط ده. دي بقى النقطة المهمة جدا اللي لازم كلنا نركز فيها لانها موجودة في اغلب التصميمات، ولو اتعملت صح بتطلع التصميم نظيف جدا. بحط الغيرة على الخط عادي جدا وبمسك بالتويزرز وبقى ثبت كده، بثبت بايدي وبالتويزرز لحد ما اخلص الجزء بتاعي اللي انا عايزه الشريحه تفضل ثابته فيه على الخط. ده هيتعمل في كل التصميمات تقريبا، في خطوط كده بتبقى حتى ملهاش لفات في اخرها زي كرون الاستشعار دي. ساعتها بثبت برضو، بقص على قد الحته اللي انا عايزه احط فيها الشريحه وبثبت عن طريق التويزرز مع الغيره. مجرد ما عملنا الخطوة دي صح التصميم كله طلع نظيف، لأن اللفات بتملى مكانها، إنما الشريحة لو اتزحزحت يمين أو اتزحزحت شمال الشكل ما بيبقاش لطيف. يبقى احنا كده عرفنا ازاي هنعمل التصميم ده عن طريق الدمعة، دمعة بس صغيرة بشريحة صغيرة، عن طريق الشرايح اللي بتمشي على الخط، وآخر حاجة عندنا اللوس كويل أو اللفة المشدودة واللي احنا أخدناها قبل كده. هنعملها تاني بسرعة كده. زي ما انتوا شايفين اللفات المشدودة هنا صغيرة جدا، فأنا تكفيني قوي ربع شريحة مثلا أو أقل كمان. هقطع حتة كده وهلف، وزي ما قلنا اللفة المشدودة بتبقى مشدودة جدا، يعني أنا مش هسيب فراغات جواها. بنلف لحد آخرها، بحط الجلو احنا لسه على الابره، بثبت ايدي، بشد، بقت عندي اللفه المشدوده. مهم جدا 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 التويزرز في تثبيت اللفه المشدوده لانها هي صغيره جدا ولازم شغلنا يطلع نظيف. تعالوا نجرب كده بنقطه جلو ونحطها.
في اي حته من الدوائر الصغيره جدا دي، ممكن نحطها مثلا في الفراشه اللي تحت دي، ونلزق كمان مثلا الدمعه اللي احنا عملناها في الاول. ونلزق مثلا الدمعه التانيه. هتلاقوا شكل التصميم بيطلع مجرد ما جمعنا الوحدات مع بعض. نعتبر النهاردة كده خلصنا أول تصميم. أنا عايزة أشوف تطبيقاتكم للتصميم ده على البيج، وأهم حاجة زي ما قلتلكوا عايزين إبداع، يعني مش عايزين نلتزم بنفس الحاجة اللي موجودة في الكارت هنا خالص، ده زي مجرد بنديكم مثال، وإحنا عايزين حاجة تكون مختلفة عنه ونشوفها إن شاء الله. لو عجبكم الفيديو اعملوا له لايك وشير، واعملوا سبسكرايب للقناة عشان يوصلكم كل جديد من أورو. سلام عليكم.